السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. في فيديو النهاردة هقدم لكم ريفيو عن خيط اليز ديفا بلس، وهو يعتبر نوعا ما اصدار جديد من شركة اليز، بقاله فترة تقريبا من اول السنة دي نازل السوق، فهعرفكم عنه اكتر، وكمان هوضح الفرق ما بين خيط اليز ديفا بلس وما بين خيط اليز ديفا العادي اللي احنا كلنا عارفينه، وهوضح استخداماته ومقاسات ابر الكروشيه اللي تتناسب معاه. هنبدأ طبعا اول حاجة هنشوف الليبل او ورقة الخيط. هنا طبعا بيبقى مكتوب اليز ديفا بلس، ووزن الشلة هنا 100 جرام، وعدد الامتار 220 متر، وهنا بيبقى مكتوب رقم الخيط، درجة اللون، وبالنسبة لمقاسات الابر اللي بيقترحها علي عشان اشتغل مع خيط ديفا بلس. فلو انا هشتغل بابرة كروشيه فبيقترح ابرة من مقاس 3 لـ 4 ملي، ولو انا هشتغل بابرة تريكو فبيقترح ابر تريكو مقاسات من 4 لـ 5 ملي. بالنسبة لإليز ديفا طبعا زي ما وضحت احنا كلنا عارفينه، بيبقى مكتوب عليه إليز ديفا، مفيش كلمة بلس، ووزن الشلة برضو 100 جرام، بس هنا عدد الامتار عندي 350 متر، ومقاسات الابر اللي بيقترحها عليا لو انا هشتغل بابرة كروشيه فبيقترح عليا ابرة من مقاس 1 لـ 3 ملي، وبالنسبة لابر التريكو فهتبقى من مقاس 2.5 لـ 3.5 ملي. طيب ايه هو الفرق ما بين اليز ديفا بلس واليز ديفا العادي؟ الفرق ما بينهم هو الفرق في سمك فتلة الخيط. فلو شفنا هنا اليز ديفا العادي واليز ديفا بلس، هنلاقي انه ديفا بلس فتلته سميكة اكتر من ديفا العادي، فشايفين الفرق ده. هنا عندي اليز ديفا بلس وده اليز ديفا العادي، شوفوا ده سمك ديفا العادي وده سمك ديفا بلس. وهو ده السبب انه عدد الامتار ما بينهم مختلف، فكل ما الفتلة بتبقى ارفع كل ما عدد الامتار بيزيد، عشان كده ديفا عدد الامتار فيه 330 متر، لانه ارفع من ديفا بلس، وفي ديفا بلس عدد الامتار 230 متر، لانه فتلته ادخن او سميكة اكتر من ديفا العادي. استخدامات اليز ديفا العادي طبعا معروفة لكل اللي بيشتغلوا كروشيه، بس اكيد هوضحها للناس اللي لسه جديدة. فاليز ديفا العادي تقدري تشتغلي بيه في جميع مشاريع الكروشيه الصيفي، سواء ملابس، اكسسوارات، لانجري، اي حاجة صيفي، حتى مفارش السرير تقدري تشتغلي فيها بخيط اليز ديفا، ما عدا مفارش الترابيزات ومفارش السفرة انا في رأيي الشخصي مش بفضلها بخيط اليز ديفا، لانه نوعا ما بيبقى الفتلة بتاعته لينة ورخوة شوية، فمش بيدي الشكل المتماسك للمفرش، وده برضو رأيي الشخصي، مش لازم ان انت تعملي بيه، لانه في ناس اشتغلت بيه مفارش وطلعت معاها جميلة جدا، لكن انا شخصيا مش برتاح فيه قوي في شغل المفارش. بالنسبة لديفا بلس هو برضو مناسب لجميع مشاريع الكروشيه الصيفي بشكل عام، فتقدري تعملي منه سكارفات وكاشنز واكسسوارز وديكورات للبيت وكل حاجة، وكمان مناسب لعمل المفارش سواء مفارش سرير او مفارش ترابيزة، لانه فتلته زي ما احنا بنقول عليها كده يعني محملة ومتماسكة، فبتديكي شكل متناسق للمفرش، ويعتبر بديل ارقى واعلى من خيط مصر البيضاء اللي هو بيبقى على شكل شلة وبتبقى فتلته سميكة شوية. فللناس اللي مش بتحب ان هي تشتغل مفارش بخيوط رفيعة وبتبقى عاوزة فتلة سميكة عشان تنجز اكتر في الوقت وتخلص المفرش بسرعة، سواء مفرش ترابيزة او مفرش سرير، فيقدروا يستخدموا خيط اليز ديفا بلس. كمان برضو مناسب لعمل الملابس، بس انا بشوف انه عشان فتلته زي ما وضحت يعني محملة وسميكة شوية، فيفضل انه تشتغلي بيه الملابس اللي هي بتبقى ما بين الفصول، او ممكن كمان الملابس
الشتوي. فمثلا في ناس بتبقى عاوزة تعمل حاجات شتوي بس عاوزاها تبقى خفيفة شوية، ما تبقاش بخيط صوف، فمثلا بيبقى عندها حساسية للصوف، أو عاوزة تعمل حاجة ناعمة زي آيس كاب أو سكارف أو جاكيت أو ملابس للبيبي، بس ما بتبقاش عاوزة تعملها بخيط صوف. ففي الحالة دي تقدري تستخدمي ديفا بلاس. لو شفنا عينات للشغل بخيط إليس ديفا بلاس، ده شكل الشغل عندي. الخامة ملمسها ناعم جدا، شكلها راقي جدا ومميز في الشغل. شايفين النسيج؟ وده هنا برضو عندي نفس العينة بس بلون مختلف. شوفوا شكله في الشغل حلو جدا، وبجد ملمسه مريح وناعم على البشرة. الميزة التانية المهمة في ديفا بلاس ان هو دلوقتي يعتبر افضل خيط لعمل شغل العرائس والعاب الاميجرومي، وافضل بديل لخيط ناكو برلانتا اللي في ناس بتستخدمه في شغل الاميجرومي. وكان في بعض البنات سألتني قبل كده عن خيط ناكو برلانتا اذا كان متوفر عندي او لا. هو حاليا يعتبر مش موجود او قليل في السوق، الوانه مش كتيرة، بس الافضل دلوقتي هو ديفا بلاس لانه متعالج بطريقة معينة انه بيدي فينيشنج وشكل احسن لجميع شغل الاميجرومي بشكل عام. بالنسبة لمقاسات ابر الكروشيه اللي المفروض تشتغلي بيها مع خيط ديفا بلاس، فلو انت هتعملي مفارش او ملابس او غيرها فبتشتغلي معاه بابرة كروشيه مقاس 4 أو 4.5 ملي او ممكن كمان 5 ملي عشان الشغل يبقى خفيف وما يستهلكش خيط كتير ويخلص في وقت اسرع. ولو انت ايديكي اصلا واسعة ومرتاحة في الشغل فتقدري تشتغلي معاه بابرة كروشيه مقاس 3 أو 3.5 ملي. بالنسبة لشغل العرايس والألعاب المعروف باسم الأميجرومي، بيبقى طبعا الشغل فيه بإبرة أقل من المقاس المعتاد اللي بتشتغل بيه التصاميم العادية، لأنه أهم حاجة في الأميجرومي أنه الشغل يبقى متماسك ومضموم، ما بقاش فيه أي فراغات واضحة. فعشان كده مع ديفا بلاس في شغل الأميجرومي هتشتغل بإبرة كروشيه مقاس 2 أو 2.5 ملي أو ممكن أقل لو عاوزة شغلك يبقى متماسك أكتر. واحنا متوفر عندنا ابر كروشيه، ده شكلها. الابر دي مقاساتها خاصه لعمل الاميجرومي وكمان لعمل المفارش، وتعتبر بديل للابر الستانلس بتاعت زمان بالنسبه للناس اللي بتحب تشتغل المفارش بابر رفيع ستانلس. وكل ابره بيبقى فيها مقاسين، فالابره دي هنا عندي اول مقاس هنا 1 ملي، وده شكل الهوك او السناره، والمقاس الثاني 1.9 ملي، وده شكلها برضو. في مقاس ثاني، ده هنا عندي مقاس 2 ملي، ده شكله. والمقاس الثاني 1 ملي. الابر دي جميلة وميزتها انها زي ما شفنا مقاسين في نفس الابرة، وكمان المقبض بتاعها مريح وعملي في الشغل. وكمان في نوع تاني من الابر برضو مخصص للاميجرومي واكيد للمفارش واي تصميم حابة تشتغلي فيه بابرة بمقاس رفيع. هنا مقاس الابرة عندي 2.2 ملي، وده شكل الهوك او السنارة. والابر دي تقليد لماركة معروف اسمها باسم ماركة تيوليب، وده التقليد بتاعها الموجود حاليا في مصر، لانه ابر تيوليب الاصلية طبعا سعرها بالنسبة لنا هنا يعتبر مرتفع، وعشان نوفرها هتبقى كوست او تكلفة عالية اكتر ومش كل الناس هتقدر تشتريها، فده البديل ليها وكمان نازل بكمية محدودة شوية. خيط إليس ديفا متوفر عندنا بكل الوانه باكتر من 21 لون، وهعرض لكم الالوان في نهايه الفيديو. وكمان طبعا متوفر بكل درجات الوان البشره. وللناس اللي مش عارفه يعني ايه الوان البشره، هي بتبقى الالوان المحايده اللي زي دي كده، انا بس جايبه منهم لونين للعرض.
دي الناس اللي بتشتغل أميجرومي بتستخدمها لعمل الجسم ورأس العروسة. طبعا بيبقى فيه منها الغامق والفاتح، من أول اللون البني الغامق لحد اللون الأوف وايت والأبيض على حسب لون البشرة اللي انت عاوزة تعمليه. لو انت عاوزة تطلبي اوردر من خيوط اليز ديفا بلاس او اي نوع من خيوط شركة اليز او شركة هيمالايا اللي بتشوفوني بستخدمها في فيديوهاتي او اي ادوات خاصة بالكروشيه او حتى التريكو، تقدروا تطلبوا منها الكميات والالوان اللي انتوا عاوزينها سواء قطاعي او جملة، وطبعا في اسعار خاصة لطلبات الجملة. فلو انت عندك محل او عاوزة تبدأي مشروع لبيع الخيوط، احنا نقدر نوفر لك اي انواع وكميات من الخيوط انت محتاجاها. وطريقة الطلب انك هتدخلي على لينك صفحة قناة كروشيه كافيه على فيسبوك او على انستجرام الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وهتعرفينا المحافظة والمنطقة والاوردر المطلوب، وهيتواصل معاكي ادمن الصفحة وهيبلغك بتكلفة الشحن وبكل التفاصيل المطلوبة. خدمة التوصيل متوفرة لكل المحافظات ولأي مكان في مصر، هيوصلك المندوب لحد البيت. وبالنسبة لسكان محافظة الغربية ومدينة طنطا، تقدروا تتفضلوا وتشتروا مباشرة من شركة الفجر للخيوط في طنطا، وهكتب لكم العنوان على الشاشة بعد شوية. كمان احنا بنوفر خدمة الشحن لخارج مصر، فلو انتي عايشة برا وحابة تطلبي اوردر برضو تقدري تتواصلي معانا، ولينكات صفحة قناة كروشيه كافيه على فيسبوك وعلى انستجرام زي ما وضحت هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اضغطوا على اللينك هيوصلكم مباشرة للصفحة. وعاوز اوضح انه احنا غير مسؤولين عن اي صفحات تانية بتدعي ان هي بتبيع خيوط او تابعة لقناة كروشيه كافيه. انا الصفحات الخاصة بيا هي فقط اللي لينكاتها هتلاقوها اسفل فيديوهاتي، قناة كروشيه كافيه باي لولي على يوتيوب. ان شاء الله تستفيدوا من فيديو النهاردة، ولو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن اي نوع من انواع الخيوط اكتبولي في التعليقات، وانا حاول انه دايما اقدم لكم ريفيوهات عن اكتر انواع الخيوط اللي انتوا دايما بتسألوني عنها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.